تحياتي لكم. موضوع مهم عن الدوخة وكيف ممكن نتعامل معها وكيف الأسباب. طبعا هذا الموضوع أجا من متابعة مغربية تبلغ من العمر 37 سنة، أم لعدة أولاد، وصارت الحالة تيجي عندها من سنتين، حالة دوخة متواصلة عند عملية القيام من النوم والمشي والحركة بتزيد الدوخة هذه. وبعد عملية فحص، طبعا فحص دم وفحوصات تانية، اتبين انه فيش عندها اي شيء بيؤدي لفقر دم، بيؤدي لأعراض اللي بتؤدي لأعراض الدوخة، اللي هي سبب له سبب اسباب كتيرة. بس خلينا نسمع اخر حكي من الاخت الكريمة وبعدين بندخل في الموضوع، شو التشخيص اللي بتوقعه ممكن يكون وشو العلاج. السلام عليكم مرة أخرى يا سيدي. تاريخي المرضي ولله الحمد جيد، أقول ربما عمري ما أخذت أي دواء، أحاول أن لا أخذ أي دواء كيماوي حتى وإن مرضت، أحاول أن أخذ أدوية طبيعية في البيت. الحمد لله، حتى إنجابي لأبنائي كنت ألدهم في البيت طبيعية، أكلي طبيعي، كل شيء، بحكم السكن في القرية. نحن نسكن في قرية صغيرة جنوب المغرب، إلى أن ابتليت بهذا المرض. لم أخذ أي دواء، لا أعاني من أي مرض، الحمد لله مناعتي كانت جيدة ولله الحمد، إلا في هذه الفترة التي مرضت بها بهذه كانت الدوخة. لدي أعراض كثيرة، ذهبت للعديد من بعدها، ذهبت وإن ذهبت إلى المستشفى والدكاترة، لم أخذ دواء، كنت لا أشرب دواء، عملت رقية، كانت لدي أعراض كثيرة، لكن هذه المرة هذه الدوخة لا تفارقني أبدا، هي مستقرة، ربما أقول نقصت شيئا ما، لا تزيد، كانت في فترة ما زادت، لكن الحمد لله في هذه الفترة لا تزيد، إلا أنني لا أقدر أن أقوم بأشغال البيت. كنت عملت حجامة، أحسست بقليل من التحسن، لكن بعدها حين تكلمت مع الدكتور الذي أجري لي تحاليل الدم، قصصت عليه حكاية وقعت لي حقيقة، وقال ربما لديك كل هذه من الأعصاب، ربما تتأثرين بتلك، كنت رأيت رؤيا لأبي ووقعت في الحقيقة، ولكن تلك الرؤيا رأيتها من 2020، هل يمكن أن تؤثر لي إلى الآن؟ ولكن كنت الحمد لله، يقيني بالله كبير، كنت الحمد لله، كان إيماني والحمد لله لا يزال كبير، أصلي أطلب الله، لكن الآن لا أعرف، ما لا أعرف ما يقع لي يا سيدي. طيب خلينا نحاول نتعرف شو الأسباب من خلال طبعا حديثي معها والردود اللي كانت تحكي لي إياها. أول شيء سألت إذا في أي فقر دم، في نقص أكسجين، في نقص حديد، في نقص فيتامينات B1 B3 B6 B12، لأنه نقص الدم وقوة الدم والهيموجلوبين في الدم والأكسجين في الدم والمواد الغذائية دي في الدم بتؤدي ل كل تصنيع لكريات الدم الحمراء وللهيموغلوبين وكل التوصيل الدورة الدموية. هاي أول سبب. ثاني سبب اللي هو بيعتمد على ارتفاع الضغط أو انخفاض الضغط أو مشكلة في عضلات القلب أو عدم قدرة عضلات القلب على دفع كمية من الدماء كافية للخلايا العصبية، وهنا بنشعر في الدوخة والدوار. ما في أمراض خاصة في ضعف في عضلات القلب أو خشونة في الشرايين أو أمراض ارتفاع في الكوليسترول، هذه استبعدناها. الشيء السبب الثاني ممكن يكون مشاكل السكر، ارتفاع السكر في الدم، مقاومة الأنسولين أو مرضى السكري. مرضى السكري بيجيب معه الضغط،
وبيجيب معه تذكيرات في الأوعية الدموية الدقيقة، وخصوصا الأوعية الدموية الدقيقة اللي رايحة للعينين وللخلايا العصبية. فأي ارتفاع أو انخفاض في سكر الدم معناته في أعراض دوخة ووجع راس وارتفاع ضغط أو انخفاض في الضغط، حسب يا ارتفاع بيسبب نفس الأعراض أو انخفاض في السكر نفس الأعراض. فما في هاي الأعراض، أبعدنا عن موضوع الضغط والمشاكل مع السكري. بعدين سألتها سؤال، وين انت بتشعري في الأعراض؟ هذه أكثر شيء، يعني أي فترة من اليوم بتزيد الأعراض هذه؟ هلا بحكي لكم ليش سألتها السؤال هذه. بتحكي لي الفترة الصباحية لما تبقى نايمة وتصحى من النوم وتوقف تروح على الحمام تروح على المطبخ نص ساعة ساعة، يعني الأمور محتملة، بتبلش الدوخة تزيد، وبتبلش الزيت لما نتحرك، لما نمشي، لما نطلع على السوق، لما نتعرض لأمور تانية، حرارة مرتفعة، تغير حراري، هذا كله بيؤدي لزيادة الأعراض، زيادة الدوخة. طيب إذا كان عندنا ارتفاع في الضغط في هاي الحالة، لما أصحى من النوم الفترة الصباحية بيكون في عندي دوخة شديدة ما بتروح إلا لما أتحرك وأتمشى، لأنه الضغط بيتم معادلته والكورتيزول بينزل وبتصير الأمور معتادة، فبتروح الأعراض الدوخة مع الحركة مش مع النوم. هذا إذا الضغط كان مرتفع عندي. طيب إذا الضغط مش مرتفع ونزل الضغط، إذا نزل الضغط بدها تصير أعراض الدوخة والدوار. طيب الضغط وانت يعني بيأثر بطريقة انه يعمل أعراض الدوخة؟ لما نغير وضعيتنا، إذا كنا نايمين على ظهرنا في هاي الحالة الدماغ واصل للدماغ، فما في عندي مشكلة لا دوخة ولا دوار ولا أي شيء. قمت قعدت ووقفت في هاي الحالة، الدورة الدموية وجسمي لازم يرفع الضغط ووصل كمية من الدورة الدموية للدماغ اللي ما يصير فيه عندي دوخة ودوار والسقوط نتيجة انخفاض الضغط بسبب تغيير الوضعيات postural hypotension. هي عندها هاي الحالة. طيب شو اللي بيخلي الضغط ينزل؟ ما في عندنا مشكلة ضغط زي ما حكينا، بس في عندنا ضغط تاني، في عندنا ضغط السائل اللي محيط في الدماغ وفي النخاع الشوكي وفي الحبل الشوكي. هذا السائل كميته 550 مليمتر، يعني نص لتر وشوية، وبحيط في الخلايا العصبية والنخاع الشوكي من الخارج، وهذا السائل يفرز من الدماغ، من خلايا في الدماغ، وينتقل عبر قنوات أربع حجر، والأربع حجر هذه زي حجر القلب، ويتم توزيع هذا السائل محيط الدماغ من وراء، من الخلف، خلف المخايخ، من الأمام، على جنب النخاع الشوكي، لا نهاية النخاع الشوكي في الـ L2 L3 في أسفل عمود الفقري. إذا صار في عنا نقص في هذا السائل، زي كأنه صار عنا نقص في ضغط الدم، صار في عنا نقص في ضغط السائل هذا في داخل الدماغ والنخاع الشوكي، وهذا بيؤدي للأعراض هذا. الوضع الطبيعي إنه هذا السائل نص لتر يتجدد خلال اليوم ويفرز خلال اليوم بمعدل 4-5 مرات من هاي الخلايا الدماغية. وين يفرز؟ في ساعات النهار، يعني مش في الليل. والنص لتر هذا لازم يظلوا يتغير كل يوم، الخلايا العصبية بتنتج نص لتر، واليوم الثاني بتم انتاج نص لتر ثاني، والنص لتر هذا لازم يطلع مع الجهاز اللمفاوي اللي هو بيكون في اعلى الجمجمة. شايفين هاي العظام، عظام الجمجمة، تحت عظام الجمجمة في عنا الأم الحنون والأم الجافية، وبينهم لسه في طبقة تانية من السحايا الدماغية، هاي الطبقة مليئة في
الأوعية اللمفاوية والشرايين والأوردة اللي تمتص هذا السائل عن طريق فتحات موجودة في الجمجمة وموجودة في هذه الأغشية الحنون والجافية، وهذه بتسرع من انتقال السائل لفوق لفوق مش لتحت، الصمام من فوق، البلوعة من فوق. ومع وجود الشرايين والأوردة اللي بتمر في الجمجمة بتسحب هالسائل هذا وبتغيره. طيب شو اللي بده يخلي هذا السائل يصير فيه نقصان ما دام يفرز بكمية معتدلة؟ طبعا ممكن يصير زيادة في السائل هذا. الزيادة في في السائل الدماغي بتنتج عن أي التهاب، بتنتج عن ارتفاع الملح، ارتفاع السكر، ارتفاع الكوليسترول. هذه كلها أعراض بتزيد السائل الدماغي وتعطي نفس دوخة ووجع راس وشقيقة. اللي بينزل السائل الدماغي هي يكون في عنا ليك أو تسريب من الأغشية المحيطة في السائل هذا، لأنه سائل مغلق زي الدورة الدموية مغلقة، وهذا السائل مغلق في أغشية يعني بالونية، خلينا نقول زي بالون والسائل موجود جوا. إذا صار في ثقب في البالون هذا بصير تسرب للسائل هذا، تسرب بسيط بس موجود. كيف بدنا نعرف انه في تسرب ولا فيش تسرب؟ طبعا هذه صعبة انه الواحد يكتشفها نتيجة اي ابحاث، انه يشوفوا وين في تسريب. يعني وين في تسريب هذا بتطلب يشوفوا الأغشية اللي حوالين السائلات، والتسريب هذا والثقب اللي في الأغشية دي ممكن يحصل نتيجة أي شيء. ممكن يحدث نتيجة حادث سيارة، ممكن يحدث نتيجة وقعة، ممكن يحدث نتيجة ضربة، ممكن يحدث نتيجة عمليات جراحية على العمود الفقري، على في الدماغ، ممكن يحصل نتيجة آلام الروماتيزم، هشاشة العظام، هيك الخلايا كلها بتصير فيها تغيرات مع العمر. ممكن هاي الأغشية يصير فيها ليك شوية، ممكن تحصل لأسباب كتيرة، أسباب ممكن مرضية في الأغشية هذه، يعني زي مرض بهجت حكينا عليه امبارح أو أول امبارح. مرض بهجت اللي هو مرض يصيب الأغشية، سواء الأغشية اللي محيطة في الشرايين أو الأوردة أو الأغشية المقاطية أو الأغشية في كل الجسم. وهذا المرض بعطي عملية نزيف من الأغشية هذه، يعني الجدران تحت الأغشية بتكون غير صلبة وبصير في عملية ارتشاح للسوائل للخارج، سواء دورة دموية أو دم أو سائل الدماغ. طيب ما دام صعب إن نحدد التشخيص ونعرف إنه في عندنا ليك، شو الحل في هاي الحالة؟ طبعا السبب الثاني قبل ما نخرج من السائل الدماغي، كيف اتاكدنا؟ انه حكينا لما نكون نايمين الصبح فيش دوخه، فيش وجع راس، فيش ضغط، بس لما نوقف ونمشي ونتحرك وارتفعنا وصرنا نمشي ونحرك فيها العضلات وبوضعيه الانتصاب، صار السائل هذا ينزل شوي شوي، ينزل شوي شوي مع الحركه مع الجهد مع الكذا ويصير ومع الجاذبيه طبعا لحد ما سبب الاعراض هذه. هلا وقائيا اذا في عندنا مشكله سوائل وتسريب سوائل احكي لكم عن الحل. والتشخيص الثاني طبعا، السبب الثاني اللي هي اكدت لي عليه انه اوكي في يعني جزء موجود من الضغط النفسي والستريس الطبيعي اللي بيحصل عن اي واحدة بعد الولاده، بعد من الاولاد، الحياه الزوجيه، والستريس والضغط النفسي بيرفع الكورتيزول، والكورتيزول لما يرتفع بيسبب ارتفاع السكر وبيسبب تضيق في الاوعيه الدمويه وانقباضات في الاوعيه الدمويه الدقيقه اللي بدها ترفع الدم للدماغ، لان الاوعيه الدمويه في هذه الحاله بتتفتح وبتتوسع في العضلات اللي هي موجوده فيها تقريبا 2 ل 3 لتر من الدماغ موجود في العضلات. مع اي حالة ستريس، اي حالة ضغط نفسي، اي حالة مشي، اي حالة حركة، كل الدماغ بتتوجه للعضلات. فاذا بيكون في عندي نقص في السائل الدماغي بتبين على السريع وبتظهر الاعراض. والكورتيزول نفس الشيء، والضغط النفسي اذا استمر بالطريقة هذه حيعمل وجع راس ووجع مفاصل ودوخة وطنين اذن وكل الاعراض هذه. طيب الحل
الدبريشن والوجع الراس والضغط النفسي حكينا عنه، الاعشاب المريحه، التوكل على الله، تاخذوا بعض المأكولات اللي بتسعدكم، تعطيكم تريبتوفان، تلعبوا رياضه، تتحركوا، المشي الصباحيه، المشي المسائيه، المساج، زيوت عطريه مختلفه بتخفف الضغط النفسي وبتنزل الكورتيزول وبتنزل الضغط، او الحركات اللي بنقولكم اعملوها دائما اللي هي سريعه في تنزيل الضغط وتنزيل وتخفيف اعراض وجع الراس او الدوخه او الكذا. هلا شغله كمان عملتها الاخت الكريمه وما كانت موفقه فيها، انه راحت عملت حجامه. الحجامه جيده، الحجامه هي علاج رئيسي لوجع الراس، الحجامه بتقوي جهاز المناعه اضعاف، الحجامه بتخفف عمليه الاحتقانات، اذا كان عندي ارتفاع في الضغط بتنزل الضغط، بتعدل الجهاز المناعي في الجسم، هذه متفقين عليها وما في اي مشكله. بس انا ما بروح بعمل حجامه قبل ما يتم فحصي واتاكد انه قوه الدم عندي قويه والهيموجلوبين عندي عالي، وفي هاي الحاله لما اتاكد اني اصلح اني اروح اعمل حجامه واكون نوعا ما عارف التشخيص وعارف انه الحجامه وطريقه عملها هتساعدني، في الحاله بروح بعمل حجامه. في حال واحد بده يروح يعمل عمليه والحجامه زي عمليه جراحيه لانه فيها دماء بتخرج، ما بدخلوا على العمليه الا متاكدوا انه قادر على موضوع التخدير، قادر على موضوع النزيف، هل حيصير عنده هبوط في الضغط، هل حيصير في عنده ضعف دم، هل حيفقد الوعي، هل حيفقد حياته بعد العمليه وبسبب العمليه. نفس المبدا الحجامه، اللي بده يعمل حجامه بده يكون مسؤول عن عمل الحجامه، فقبل ما يعمل الحجامه بده ياخذ احتياطاته في المحظورات قبل ما يتفرج على المنافع اللي بدها تيجي بسبب الحجامه. فقبل ما نروح نعمل حجامه بنتاكد انه مسموح عمل حجامه، في هاي الحاله توكلوا على الله واعملوا حجامه، لانه المضاعفات اذا عملنا حجامه وعندنا ضعف دم وعندنا ارتفاع في الضغط كبير او انخفاض في الضغط، تصوروا واحد عنده انخفاض في الضغط وراح يعمل حجامه وضعف في الدم، واللي عمل الحجامه زودها معه في عملية النخز وانه يشفط دماء اكثر، في هاي الحالة طوالي بصير في عنده فقر دم، وهذا بيؤدي لدوخة، وهذا بيؤدي لغيبان عن الوعي، وممكن المريض يفقد حياته بسبب تصرف خاطئ. ففي هاي الحالة مش الحجامة هي اللي موتت المريض، اللي عمل الحجامة هو اللي موت المريض، لانه ما اخذ الاحتياطات هذه اللي لازمة قبل عمل الحجامة. فالحجامة ممنوع في هاي الحالات اللي مش عارفين شو تشخيصها. هذا الخلاصة، لما نتأكد من التشخيص ساعتها بنروح نعمل حجامة. الشغلة الثانية، طيب الليك هذا كيف ممكن أنا أقوي الأغشية هذه؟ بدي أقوي الأغشية هذه، إذا بدنا وصفة عظام البقر هذه اللي فيها الكوليسترول وفيها الكولاجين وفيها المواد اللي هتعمل على بناء الأغشية هذه والأحماض الأمينية اللي موجودة في الشربات العظام البقر اللي بتحتوي على كل المركبات. أول شيء بنقوي الدم من خلالها، بنقوي الغضاريف، بنقوي المفاصل، وبنقوي الأغشية هذه اللي تحفظ هالسوائل بدون عملية تسربات للخارج. فشوربة العظام مرتين ثلاثة في اليوم، هذه تؤخذ للمسنين، أي واحد فوق 40-50 لازم يأخذ هذه المواد، لا انه يدخل لجسمه مواد اللي تعيد بناء هذه الاغشية اللي مع العمر هيك هيك بيصير فيها اضطرابات. ولما نعمل شوربة العظام لازم نحط معها بهارات، الكركم، الفلفل، الليمون قبل ما نشربها، هذا بس عشان مش عشان شيء، بس عشان يعمل عملية هضم كويس ونهضم هالاحماض الامينية وفيتامين بي 12 والكيتو من هالشوربة، والأمعاء الدقيقة تقدر تمتصها، والبنكرياس والمرارة تحفز إنها تعطي العصارات هاي اللي يتم عملية هضم واستقبال وامتصاص المواد اللي بدنا إياها، والكوليسترول الجيد هذا اللي موجود في العظام أو شوربة العظام. هاي أول شغلة. ثاني شغلة الحركة، لازم نضلنا نتحرك،
بس في هاي الحالة ما بقدر أتحرك وأعمل تمارين في وضعية الوقوف، بدي أعملها في وضعية النوم على الظهر، بدي أرفع إجريي، أكرر هاي الحركات وأنا نايم على الظهر، أعمل تمارين تنفسية، حركات تنفسية، هذا كله حيساعد. أتجنب شوية الوقفة والمشي، يعني أريح حالي وأنام دائما. إذا في عندي فرصة مرتين ثلاث أربعة في اليوم إنه بس أمدد حالي شوية لمدة 10 دقائق ربع ساعة، هذا حيريحني ويعطيني قوة إني أكمل. الخضروات ضروري جدا، السلطة، صحن السلطة، لأنه بدنا مغنيسيوم، بوتاسيوم، بدنا منغنيز، بدنا هاي العناصر المعدنية اللي والزنك، وكلها بترجع بتساعد في العمليات الحيوية اللي نرجع نبني هالكولاجين وهالأغشية هذه كمان مرة. فهذا يوميا صحن السلطة. الشغلات التانية اللي حتفيد لبان الذكر أو السمغ العربي، هذا ممكن ناخده ملعقة ملعقتين في اليوم، ما نكثر، ملعقتين صغار صباحا مساء. نحط الملعقة هذه من السمغ العربي أو لبان الذكر مع الشوربات مع السلطات، نشربه بشكل، نحط عليه مياه فاتر ونشربه، هذا كمان حيساعد لأنه جلو اسمه سمغ، فهيعمل على تحفيز الكولاجين، بناء الكولاجين وتحفيز عملية البناء الداخلي في الأمعاء والقولون والأغشية المخاطية دي اللبان الذكر، فهو من الشغلات الكويسة. النصائح التانية طبعا بدي أحافظ على اليونت وحركات الرقبة بشكلها الصحيح، لأنها ممر رئيسي من الجسم للدماغ بالنسبة للدورة الدموية والشرايين والأوردة والجهاز اللمفاوي والسائل الدماغي، فكله بمر عن طريق الرقبة. في أي ألم، تشنجات، خشونة، مش قادر أحرك رقبتي، في هاي الحالة في 20 ل 30% كل التروية الدموية من الدماغ للجسم ومن الجسم للدماغ، سواء دورة دموية دم ولا دورة عصبية ولا دورة لمفاوية، يعني كل الدورات هذه الأساسية لصحتنا بتكون فيها تحدد. الحل اعملوا مساج للرقبة، حركوا الرقبة، التمارين المختلفة، حافظوا على قامتكم صح دائما وانتم قاعدين، اللي توصلوا دماء أكثر للدماغ، لأنه أي قاعدة خطأ، حنية 45 درجة في الرأس بالطريقة هاي، هذا بيمنع 30% من تدفق هاي الشغلات كلها من نهايات عصبية أو دورة دموية أو جهاز لمفاوي. فالقامة والتمارين وليونة الركبة هذه أساسية. عمل مساج للرأس بزيت زيتون، زيت جوز الهند، زيت اللوز، أو زيوت عطرية تانية، القرنفل، اللافندر، هذه بتعمل عملية استرخاء وبتعمل عملية تسريع من تفريغ هذا السائل وإنتاجه، لأنك قاعدين إذا بنعمل المساج على فروة الرأس، فروة الرأس يعني منطقة مهمة اللي نهتم فيها، اللي نقدر نهتم في دماغنا عن طريق الدماغ. الدماغ حساس وفروة الرأس حساس، يعني بتحطوا أي زيوت عطرية على فروة الرأس مباشرة بتوصل لدماغكم مباشرة، لأنه الزيوت العطرية هذه بتدخل مباشرة على خلايا الدماغ بدون ممانعة من الحاجز الدموي الدماغي اللي ما بيدخل إلا بس المواد الصديقة واللي متأكد فيها على الدماغ. فالزيوت العطرية كلها، اللافندر، الروزماري، الريحان، هذه إذا حطيناها على الجلد مباشرة ومسحناها مباشرة بتدخل، إذا حطيناها على الرقب على منطقة الجبهة مباشرة بيتم امتصاصها، حطيناها على الجيوب الأنفية مباشرة بيتم امتصاصها، حطيناها على الرقبة الغدد اللمفاوية اللي هنا بتسحبها مباشرة، والفعالية بتكون سريعة من استخداماتها. بعض النصائح إن شاء الله تريح بال الأخت الكريمة، في نصائح تانية بس الوقت لا يسعفنا أن نذكرها كلها في محاضرة واسعة، بس اتبعوا كل هاي التعليمات وشوي شوي وشوفوا إذا الأعراض اختلفت، إذا أنتم حطيتوا إيدكم على المشكلة الصح والتشخيص الصح، فقط ما عليكم في هاي الحالة أنكم
بترجعوا للدكتور وتقول له أنا عندي هاي الحالة، تسريب في السائل الدماغي والنخاع الشوكي، شوف لي حلول دوائية إذا فيه، وأنا بمشي في العلاجات الطبيعية اللي بحكي لي عنها الدكتور سوس، تا نضلنا محافظين على وضعنا ونخفف من الدوخة هذه. واللي عنده نقص في هذه الشغلات اللي حكينا عنها من البداية، إذا يراجع حساباته ويفحص ويشوف شو الغلط ويكمل النقص هذا، مكملات مش مكملات أي شيء، المهم نكمل النقص اللي الخلايا العصبية ما تتأثر. الدوخة هي أول الأعراض، أول الأعرااض التحذيرية إنه في شغلة غلط بتحدث في الدماغ. إذا ما انتبهنا لهاي الأعراض البسيطة، في هاي الحالة بتتفاقم الأعراض لمشاكل كبيرة في الخلايا العصبية وفي الدماغ، لحد ما يوصل لجلطة ولا يوصل لأمراض مدناش نوصلها. فأحسن إن نراقب حالنا وندير بالنا على دماغنا بالحقائق البسيطة اللي أعطيناكم إياها في الحلقة هذه. شكرا لكم، تحياتي، سلام.